أهلا بكم متابعين الأعزاء في قناة متع عقلك شخصيات. يسعدنا أن نفتتح أول مقاطع القناة بمقطع عن شخصية عربية بارزة للأسف لا يعرفها الكثيرون. إنه العالم العبقري مصطفى مشرفة، أينشتاين العرب كما يطلق عليه. ولد علي مصطفى مشرفة في 11 من يوليو لعام 1898 في مدينة دمياط بمصر، وكان والده أحد أثرياء تلك المدينة. تلقى دروسه الأولى في مدرسة أحمد الكتبي، وتوفي والده في 8 من يناير لعام 1910 بعد أن فقد ثروته في مضاربات القطن وخسر أرضه وماله وحتى منزله. وبموت الأب صار الابن الذي لم يكن قد تجاوز 12 من عمره عميدا لأسرته التي انتقلت إلى القاهرة بعد ذلك. رغم ذلك العبء الذي وقع على عاتقه، التحق بمدرسة العباسية الثانوية التي أمضى فيها سنة في القسم المجاني، ثم انتقل بعدها إلى المدرسة السعيدية وبالمجان أيضا لتفوقه، فحصل منها على شهادة البكالوريا عام 1914، وكان ترتيبه الثاني على القطر المصري وله من العمر 16 عاما. فاختارته وزارة المعارف العمومية إلى بعثة علمية إلى بريطانيا على نفقتها. بدأ مرحلة جديدة من مسيرته العلمية بانتسابه عام 1917 إلى جامعة توتنهام الإنجليزية التي حصل منها على شهادة البكالوريوس في الرياضيات. لفتت نتيجته نظر أساتذته الذين طلبوا من وزارة المعارف المصرية أن يتابع دراسته للعلوم في جامعة لندن، ليلتحق بعدها بالكلية الملكية هناك ويحصل منها على الدكتوراه في فلسفة العلوم بإشراف العالم الفيزيائي الشهير تشارلز توماس ويلسون. ثم حصل عام 1924 على دكتوراه العلوم من جامعة لندن، وهي أعلى درجة علمية في العالم لم يحصل عليها سوى 11 عالما في ذلك الوقت. كان الدكتور مشرف مثابرا في إعداده لبحوثه العلمية، إذ نشر سنة 1932 بحثا بعنوان هل يمكن اعتبار الإشعاع والمادة صورتين لحالة كونية واحدة؟ فذاع صيته في جميع الأوساط وصار ذكره في كل مكان. أثبت الدكتور مشرف في بحثه بالفعل صورتان لشيء واحد. بهذا أصبحت القاعدة العلمية التي تقول بأن المادة والطاقة والإشعاع ليست إلا شيئا واحدا. في عام 1945 قدم بحثا عن معادلة حركة جزيء متحرك، وبعدها بثلاثة أعوام قدم بحثا عن النقص في كتلة نواة الذرة. كان للدكتور مشرف رؤيته الواضحة حول نسبية الأشياء، وقد استفاد العالم الشهير أينشتاين من تلك الرؤية في تطوير نظريته عن النسبية. وكان أينشتاين يحمل له تقديرا بالغا حيث قال لقد كان الدكتور مشرف موسوعة بشرية حوت الكثير من النبوغ الذي قل أن تجده في العالم بأسره. كان الدكتور علي أحد القلائل الذين عرفوا سر تفتت الذرة وأحد العلماء الذين حاربوا استخدامها في الحرب، بل كان أول من أضاف فكرة جديدة وهي أن الهيدروجين يمكن أن تصنع منه مثل هذه القنبلة. توفي الدكتور مشرف في 15 من يناير لعام 1950، وحتى الآن لا يعرف تحديداً السبب الحقيقي للوفاة، وإن كان المرجح أنه قد تم اغتياله عن طريق السم، وقد يكون للنظام الملكي المصري في ذلك الوقت دور في قتل العالم المصري، خاصة إذا علمنا أن دكتور مشرف قام بتشكيل جماعة تحت اسم شباب مصر، كانت تضم عدداً كبيراً من المثقفين والعلماء والطلاب، وكانت تهدف لإقصاء نظام فاروق الملكي وإعلان مصر جمهورية عربية مستقلة. وذاع أمر هذه الجماعة السرية ووصلت أخبارها إلى القصر الملكي، مما يعطي للقصر مبررا للتخلص من الدكتور مصطفى. أما الصهيونية العالمية فهي متهم رئيسي كذلك في اغتياله، فيكفي أن نقول أن نظرتهم للطالبة النابغة الدكتور سميرة موسى لن تختلف عن نظرتهم لأستاذها الأكثر نبوغا الدكتور مصطفى مشرفة. ولعبت الصهيونية لعبتها القذرة وهي التصفية الجسدية الفورية. والجدير بالذكر كذلك أن كتاب الدكتور علي مصطفى مشرفة ثورة خسرها العالم، والذي ألفه شقيقه الدكتور عطية مشرفة ينفي تماما احتمالية اغتياله ويقول أنه مات على فراشه.
يذكر أن ألبرت أينشتاين قد دعاه عند موته قائلا: لا أصدق أن مشرف قد مات، إنه ما زال حيا بيننا من خلال أبحاثه. واليوم تصنف المحافل العلمية الكبرى الدكتور مشرف على أنه واحد من أبرز 7 علماء في العالم تمكنوا من الوصول إلى أسرار الذرة.